قبل ما اجي لك كابتن احمد، اعزائي المشاهدين، نروح لاستاد القاهره من داخل الاستاد ومع الزميل العزيز مراد ابو جلال لنا اخر استعدادات فريق الزمالك قبل مباراه اليوم مع الاسماعيلي ان شاء الله. اتفضل يا مراد. كل التحيه ليك كابتننا الكبير كابتن محمد صبري، كل التحيه لنجومنا الكبار نجوم الاستوديو التحليلي وجميع مشاهدينا في كل مكان. بالتاكيد يا كابتن صبري، من داخل استاد القاهره الدولي ورصد اجواء مباراه الجوله رقم 30 بين الزمالك ونادي الاسماعيلي. تاكيد يا كابتن صبري، طبعا حزن كبير بيخيم على جميع الرياضيين بعد رحيل طبعا الكابتن احمد رفعت، تغمد الله بواسع رحمته والهم اسرته وزويه الصبر والسلوان. طبعا بنعزي انفسنا جميعا على رحيل طبعا نجم من نجوم الكره المصريه وطبعا لاعب كبير ولاعب ذو خلق عظيم طبعا كابتن احمد رفعت، تغمده الله بواسع رحمته. يمكن عايز اقول لك كابتن رفعت ده انعكس طبعا بانطباعه على جمهور نادي الزمالك اللي معايا طبعا زميلنا محمد حمد يجيبه لنا، واللي بيحضر لي دخله للكابتن احمد رفعت لنعي الكابتن احمد رفعت طبعا بالشارات السوداء. ايضا لاعبوا نادي الزمالك هينزلوا مباراه النهارده بالشارات السوداء حدادا على رحيل اللاعب، وهيكون بالتاكيد في دقيقه احداد قبل المباراه على روح اللاعب. عايز اقول لك ان حزن كبير بين لاعبي الفريقين وبين الاداريين وبين جميع الموجودين هنا في استاد القاهره يا كابتن صبري. الجميع طبعا اتكلم على كابتن احمد رفعت بكل خير، الجميع اتكلم على اللاعب بسيره طيبه، ويمكن كان منهم لعيبه كتير زملته واتكلموا عنه بكل خير. بالتاكيد يا كابتن صبري بنقل لك الصوره من هنا من استاد القاهره الدولي. يمكن معانا تسخين لاعبي نادي الزمالك، واللي النهارده بيشهد مفاجات كبيره جدا تشكيل نادي الزمالك، اللي هيكون محمد صبحي في حرس المرمى امامه، ابراهيم نضاي، احمد مجدي لاعب من مواليد الشباب طبعا بنادي الزمالك، المسلوسي، عمر جابر، رؤى، ومحمد سيد ايضا من الشباب، ترافيس متيابا، ومهاب ياسر، عمار ياسر، ومحمد عاطف. احتياطي نادي الزمالك كابتن عمر عبد العزيز، سيد نيمار، نبيل عماد، دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، يوسف اوباما، مصطفى شلبي، وسيف الدين الجزيري، وحازم اسامه. يمكن على الجانب الاخر طبعا نادي الاسماعيلي، واللي تبادل طبعا التحيه كده مع لاعبي نادي الزمالك قبل المباراه. كابتن ايهاب جلال بادئ النهارده بكمال السيد، عبد الكريم مصطفى، محمد دسوقي، عماد حمدي، محمد نصر، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدي، هشام محمد، مروان حمدي، خالد البرنوسي، وايريك تراوري. ايضا يا كابتن صبري، عايز قبل ما ارجع لك طبعا اقول لك ان يمكن لاعبي نادي الزمالك بيدعوا طبعا من قلبهم للكابتن احمد سليمان، واللي طبعا حصل له وعكه صحيه امس، ان شاء الله يقوم بالف سلامه باذن الله. كل الامنيات الطيبه للكابتن احمد سليمان ولنادي الزمالك، وان شاء الله النهارده نحصد ثلاث نقاط مهمه في مشوار الفارس الابيض في بطوله الدوري الممتاز. الان هطير اليك من استاد القاهره الى الاستوديو التحليلي. اليك الكلمه كابتننا الكبير كابتن محمد صبري.